الو، انا ادريان تومسون يا سامي. اهلا اهلا مستر ادريان، ازيك؟ انا كويس، المهم انت؟ انا الحمد لله كويسه. يا ستي الف حمد لله على السلامه، وحشتينا. لو كنت حقيقي وحشتكم كان جه حد خدني من المطار، ده انا بعتلكم ميعاد الطياره وتاريخ الوصول. انا اسف يا ساميه، حقيقي كان عندي مشاكل في الشغل، وبعدين انا عرفت ان السنيور نبيل هنا في روما، واعتقدت ان استقباله ليكي في المطار هيسعدك ويفرحك اكتر من وجودي. طبعا فرحني جدا، بس انت ضيعت عليا المفاجأة. انا كنت عايزة اعملها لنبيل مفاجأة. يا ستي ملحوقة، عموما ألف حمد لله على السلامة، وأرجو إن الأوتيل الجديد اللي اخترتيه يكون عجبك. حلو جدا، شكرا يا مستر ادريان. انا الحقيقة كنت عايزة اعتذر لك على موضوع الاوتيل ده، بس اصل لا 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 لا، مفيش داعي إنك تعتذري، ده أنا اللي بعتذر إن اختياري للفندق ما كانش مناسب ليكي. أنا المرة اللي فاتت اعتقدت إنك استريحت فيه والفندق عجبك، وعموما ما تشيليش هم أي حاجة، الوكالة هي اللي مستضيفاكي طول فترة إقامتك في روما. انا متشكره قوي لحضرتك والوكاله. وبالنسبة للمواضيع اللي كلمت فيها نبيل، كلها مواضيع بسيطة، لما نقعد ونتكلم هنتفاهم على كل حاجة، وأكيد مش هنختلف. اكيد يا فندم، مش هنختلف طبعا. جميل، تحب نتقابل إمتى؟ مستر ادريان حضرتك البص، وانا بشتغل عند حضرتك، وما تنساش ان انا جايه روما بدعوه منك. لو كان عليا انا عايز اشوفك في اسرع وقت، حتى لو دلوقتي حالا. مش للدرجه دي، انا مع الاسف متفقه مع نبيل ان احنا نتعشى مع بعض النهارده. إن شاء الله بكرة الساعة 12 هتلاقيني مستنيه حضرتك في اللوبي. وتستنيني واستناك ليه؟ ما نتقابل على طول في كافتيريا ماضو. خلاص، يبقى نتقابل على هناك على طول إن شاء الله. باي. ما صممتش إنك تقابلها الليلة ليه؟ ما أنت سمعت بنفسك، نبيل عازمها على العشاء. سيبها هي اللي تحدد المكان اللي تحب تروحه، بس المهم أول ما توصلوا هناك اديني تليفون وبلغني انتوا فين. فاهم يا نبيل؟ خلي بالك، لازم تحتاطي لكل حاجة. ايه الجمال ده كله؟ انت اللي ايه الشياكه دي كلها؟ يا رب بس ابقى قد مستواك. ما تخافش، على مستواي ويمكن اعلى سنه كمان. اسمحي لي. يا حبيبتي، عملت ايه من ساعه ما سبتك لحد دلوقتي؟ ابدا، قمت اخدت دش وبعدين جهزت. هتسهرنا فين النهارده؟ زي ما انت عايزه. في مكان معين تحب نروح؟ عايزه ارقص، افضل في حضنه في الرقص. غالب الطلب رخيص. يا سنور، تحبي تشربي حاجة قبل العشاء؟ أغلى من الشامبين عندي. طب مش هترقصني بقى؟ طبعا يا حبيبتي، بس لحظة واحدة هوصل العربية وأجيبك. في حاجة؟ أنا نسيت المحفظة بس حبيبتي.
أيوة يا نبيل، أنتوا فين؟ أه عارفه طبعًا. لا لا، أنت مالكش دعوة بيا خالص. أنا عايز أشوف البنت من قريب بس. ماشي. أوكي. شلومو، أجي معاكوا يا حبيبي. تجي معايا تعمل إيه؟ أنت اتجننت يا إزاك؟ ده شغل، شغل يا أخي. أنا مش قصدي يا شلومو، أنا قلت أتعشى معاكوا بدل الأكل ما يفيض ويترم. بطل دناوة يا إزاك، بطل دناوة. عايزك تروح لها الأوتيل، تفتش أوضتها، ما تسيبش خرم إبرة، وتصور كل الورق اللي موجود في الأوضة، جواز سفرها، تذكرة السفر، أي ورق. فاهم؟ فاهم يا شلومو. وبقى هات لك بيتزا او اي حاجه تاكلها وانت راجع. شالوم يا حبيبي. حبيبك مش باين يا شلوم. اتاخرت عليكي. وحشتيني. وانت كمان. خلينا مش نرقص الاول؟ بس انا خايف. من ايه؟ من عينيكي. هبقى غمضها.